اي تمام دكتور هاني، بتحب نبدا؟ لا ممكن ايه يجي شخصين او ثلاثه ثانيين، بس بكونوا متاخرين شوي او هيك، بس ان شاء الله ما نتاخر على برنامجك حضرتك فينا نبلش؟ مثلا الحين فيكم ونحن عن جد ممتنين كثير لدكتور هاني انه حيكون يعطينا من وقته بهي المحاضرة، هي الساعة ونص ديسكشن. بقى كان حابب أعرفكم شوي، دكتور هاني عمل دراسات بصيدلة بعمان يونيفرسيتي، بعدين انتقل على ألمانيا عمل ماستر بالإنفكشوس ديزيزز والإيمونولوجي بماربورغ بفيليبس يونيفرسيتي، بعدين عمل بي اتش دي بالإيمونولوجي والإيبيجينيتكس، بعدين كمل كبوست دوك بنفس المكان، بعدين انتقل ب 2017 على بوستن تشيلدرن هوسبيتال بأمريكا، وكان متوجه أكثر على الأزمة والإيمونولوجي والربو، وهلأ ما شاء الله صار انستراكتور انستراكتور، وصار عنده هو هيز اون ريسيرش جروب، جونيور ريسيرش جروب ليدر. فشكرا كثير عن جد على وقتك، وكثير متحمسين نسمع من حضرتك. شكرا كثير على الاستضافه صراحه، ومبسوط كثير اني عم بقدر احكي معكم. هلا الجلسه اليوم انا حابب اعملها انتراكتيف اكثر، ف رح يكون في اخذ وعطاء كثير بالموضوع. هلا الفكره اللي رح احكي عليها هي low cost research أو low cost medical research، شو فينا نحن نساوي ببلادنا مثل سوريا على سبيل المثال، بحيث إنه نحن نحط رجلنا وإيدنا بمواضيع ال medical research. هلا أنا عندي presentation صغيرة كتير، هي 8 سلايدات مالها كبيرة، رح بلش فيها شوي شوي، بس رح يكون في نقاش أكتر. يعني أنا حابب الكل يناقش أكثر، اللي عنده سؤال مباشرة يسأل. ما بعرف إذا تحت مبين عنكم كلمة raise hand، فيكم مباشرة تعملوا raise hand، أو فيكم مباشرة تكتبوا بالتشات إذا عنكم أي سؤال. مباشرة فينا نحن نفتح التشات ونحكي، فينا نفتح المايكات ونحكي. فنح بلح أعمل شير سكرين من عندي لا ال شو اسمه low cost research أو low cost medical research. هلا في شغلات كتير أكيد كلياتكم تعرفوها، حتكون شوي يعني مكررة، فبس رح بلش فيها على كل الأحوال. هون تماما. هلا شو هو الميديكال ريسيرش؟ هلا كلياتكم تعرفوا الميديكال ريسيرش، انه الميديكال ريسيرش هو انه نحن نعمل بحث علمي طبي معين. هلا هو بيتقسم ثلاث اقسام. القسم الاساسي هو البيزك ريسيرش، اللي هو بسموه البنش ساينس او البنش ريسيرش، اللي هو بيكون ضمن مخابر ندرس في أكثر المولوكيولر ميكانيزمز، الأساسيات الحيوية ضمن الخلايا أو ضمن الأورغانز، ضمن الأعضاء معينة اللي نحن بنفوت فيها أكثر ضمن التفاصيل الدقيقة بالريسيرش. جزء من هذا الريسيرش بيكون ضمن نقول أحياء أخرى ما لا إنسان، مثل الفيران على سبيل المثال، مثل المونكيز، أحياناً بيعملوا ريسيرش على البيجز، على الخنازير، أحياناً بيصير في ريسيرش على القطط، أحياناً بيصير في ريسيرش على الكلاب. هذا القطط والكلاب والبيجز والخنازير أهم، أتخيل أكثر باتجاه الفارماسيوتيكال ريسيرش أكثر ما هو نقول الميديسن. فهي شغلة.
بيصير على الشيء على الخفافيش. هلا في ابحاث بتصير على الخفافيش ولكن ما بتصير مثل ما نحن ممكن نتخيلها. الابحاث على الخفافيش هي اكثر انه هن عم بدرسوا, يعني مثلا في قسم كامل هون بالان اي اتش بالناشونال انستيتيوت اوف هيلث هون بامريكا بشغلته كامله انه هن يدوروا على انواع خفافيش معينه ودوروا على الكورونا فيروس ضمنه, لانه one of the main hosts للكورونا فيروس بالعالم هو الخفافيش. فالابحاث تبع الخفافيش هي بتصير اكثر على مواضيع الفيرولوجي على الفيروسز فبيشتغلوا عليها. فهي بالنسبه لسؤال الخفافيش. هلا في شيء القسم الثاني من الابحاث هو القسم اللي نقول اللي بيربط بين البيزك ساينس والكلينيكال ساينس اللي هو بسموه البري كلينيكال ريسيرش. البري كلينيكال ريسيرش هو اللي نحن ممكن نشتغله بانواع من المتعضيات اعلى من الفيران اللي هو فعليا عم بيصير على الكلاب او الايبس على القرود. هو بيكون جزء منه جزء البري كلينيكال ريسيرش اللي هو فعليا رح يروح على الكلينيكال ريسيرش, يعني نحن عم نروح تجاه دراسه ادويه معينه او الفاكسينز مثل ما هلا عم تشوفوا جزء من الفاكسينز اللي عم تصير على سبيل المثال هلا بالكورونا فيروس تم على المونكيز على الماكونكي مونكيز او الايبس ماكونكي ايبس اللي هن اقرب شيء للبشر من ناحيه الاستجابه المناعيه. فهن فبيسموه هذا البري كلينيكال ريسيرش. طبعا الكلينيكال ريسيرش هو انفولفز ستاديز اون بيبل سبجكتس كلينيكال ترايلز كل هالامور. ف هلا البيزك ريسيرش مثل ما شرحت عم بيكون في عندك include cellular, molecular biology, medical genetics, immunology, neuroscience, psychology, researchers mainly بالuniversities بيعملوا هالقصص هاي ليدرسوا الخصائص تماماً على الشغل. هلأ جزء من الشغل اللي أنا بشتغله على سبيل المثال هو عربوا على الأزمة. فالفكرة الأساسية اللي أنا بشتغل عليها أنه أنا كيف بدي أعرف molecular mechanisms تبع الربو, كيف الربو بيصير وكيف أنا إذا غيرت شغلات معينة بسيطة ضمن الخلايا إذا أنا بقدر حسن أو لاقي علاج للربو. فهذا هو جزء من البيزك ريسيرش اللي بينشغل اللي هو فعلياً سيلولار أند موليكولار بيولوجي أكثر ضمن تخصصات معينة. طبعاً ممكن تروح أنت بالمايكروبيولوجي بالفيرولوجي كل هاي ممكن تكون بيزك ريسيرش. هلا بنفس الوقت البري كلينيكال ريسيرش عم بيحاول يدور على الشغلات لنقول ربط المولكيولر ميكانيزمز الابحاث اللي هي اكثر احياء حيويه. لا تاخذوني انا المعرفه اللغويه بالكلمات المفتاحيه العربيه كثير سيئه لاني مالي دارس بسوريا, ما درست حتى الجامعة مالي دارسها بسوريا, فما عندي كتير مثلا لما تقولوا لي الصاد الموصد اللي هو أوتوكليف هاي شغلات ما بعرفها كتير. فالبريكلينيكال ريسيرش هو اللي عم بيحاول يربط بين فعليا المولوكيولر ميكانيزم مع الكلينيكال ريسيرش انه انا كيف اذا اكتشفت بروتين معين ضمن البيزك ريسيرش تبعي اذا انا عملت دواء معين او انهيبيتر او انتي بودي ضد هذا البروتين انا بقدر وصل ل نقول دواء معين وهذا الدواء كيف انا ممكن ادرسه بمتعضيات اعلى من الفيران واقدر انقله بعدين للكلينيكال ستاديز. الكلينيكال ستاديز هي اكثر اللي ممكن احنا نساويها على البشر اللي هو مثلا فيز 1 فيز 2 فيز 3 كلينيكال ستاديز اللي ممكن تصير ضمن دراسه دواء معين او فاكسين معين او دراسات تانية رح نجي نحكي عليها اكثر هلا
بمواضيع الكلينيكال ستاديز اللي هي ممكن تهمكم اكثر بمنطلق اللو كوست او اللو ريسيرش كوست او اللو كوست ريسيرش. هلا هاي الصوره ماخوذه من المانيا عم فرجيكم او تمام ماخوذه من المانيا عم فرجيكم بالاتحاد الاوروبي بشكل عام تكلفه الريسيرش بالاتحاد الاوروبي مقارنة بالدخل القومي. يعني إذا افترضنا 100% الدخل القومي ففنلندا هي رقم واحد على العالم أو عفوا على أوروبا بالإنفاق القومي على الريسيرش. هلأ عادة يعني 3%، فإذا كان ألمانيا بتصرف تقريبا 2.9% أو 2.8% من الدخل القومي، فإذا كان الدخل القومي تبع ألمانيا هو 100 مليار دولار أو 100 مليار يورو، فأنتوا كان تضربوها وتحسبوها 2.8 أو 3% قديش ممكن يطلع هذا المبلغ اللي بنحط ضمن الريسيرش. طبعاً المبالغ هي خيالية، طبعاً إذا حطينا نص دول الاتحاد الأوروبي سوية مقارنة مع أمريكا، أمريكا بتعمل أكثر. فأمريكا المبلغ اللي بنحط هو بالتريليونات بالسنة بالأبحاث، لذلك نحن اللي عم نشوفه بأمريكا ما ممكن أي دولة تانية إلى الآن تغطي. هلأ ممكن خلال 10 سنوات الجاي الصين. رغم ذلك في عندك كمية إهدار هائلة من المبالغ، يعني المصاري اللي عم تشوفوها رهيبة. عندك أكثر من 28 مليار دولار عم بيصير نوع من البري كلينيكال ريسيرش ذات از ريبروديوسبل، لا يمكن تأكيد عليه. يعني شخص عمل تجربه نشر هي التجربه انه انا هي نتيجتي، اذا مخبر ثاني حاول يعيد نفس التجربه ما قدر يشتغلوها، اما سبب لابراتوري بروتوكول ايرورز، اما كان البروتوكولات اللي انشغلت كانت غير صحيحه، يعني الباحثين اللي اشتغلوا هاي البروتوكولات رفعوها بشكل غير صحيح لحتى يحتكروا هذا البروتوكول، او هن عاملين شيء غلط، او unreliable biological reagents and reference materials، يعني المواد اللي تم استخدامها من الناحية البيولوجية كانت غير صحيحة، فهي شغلة كتير مهمة. improper study design، يعني شكل الدراسة العلمية اللي تم وضعها كان خاطئ تماما، هذا قريب الربع، والربع كمان inadequate data analysis and reporting، يعني جزء من المعلومة وصل غلط أو ما توصلت. فلما طلعت البيبر ونشرت البيبر وغالبا نشرت ب low impact factor journal، يعني journal impact factor تبعه كتير قليل بالنسبة للمجتمع العلمي العالمي، ما كانت كاملة. فلما أي حدا حاول يعيد هالتجارب ما أدري يجاوبه. وائل افتح المايك وفينك تسأل. إذا عم تحكي ما عم نسمعك. وائل lower hand ask to unmute. فينك تسأل تفضل. ممكن يكون بالغلط او شيء. اوكي. اذا عندك سؤال فينك تفتح المايك مباشرة تسأل او فينك تكتب السؤال. هلا قبل ما بلش بهدول مين منكم دارس طب؟ مين منكم دارس طب أسنان؟ مين منكم دارس صيدلة؟ من الموجودين. فإذا بتكتبوا على الشات أو بتقولوا لنا سيدلة. أنا صيدلة. ماجستير صيدلة سنينية. تماما. جميل جدا. ما عرفت مين أنت لأنه ما بين معي مين اللي حكى. أنا سوريا. سوريا. أوكي. يا أهلا وسهلا. طب. أوكي. صيدلة طب تمام. رهف صيدلة تشخيص مخبري، أهلا وسهلا من جماعتنا.
عشوائي صيدلي تمام طب اوكي لا يسامحك دكتور انا مو من جامعتك لا لاني انا شغل تشخيص مخبري اكثر بس كلنا صيدلي كلكم صيد اي مزبوط معك حق حقك علي ميديسن طب اوكي معناتها في عنا تخصصين طب وصيدلي هون ما في حدا طب اسنان تمام هلا رح احكي شوي على موضوع الطب موضوع اللو كوست ريسيرش بالطب وبدي اسال كل شخص بيناتكم فعليا ليحكي لانه رح نتناقش بشكل شخصي كيف ممكن انتم فعليا تقدروا تبلشوا كافراد او كجماعات او كجروبات صغيره هي انواع الشغل وبعدين حننتقل حنحكي على الصيدله فهلا ببلادنا بشكل عام انه نحن نعمل ريسيرش وبمبالغ كبيره ومليون دولار ومليونين دولار هذا الشيء طبعا كلياته يعني شيء من محض الخيال يعني نكون واضحين بهذا الموضوع لا البلد عندها قدره اقتصاديه حاليا لتوفر اي شيء له علاقه بالريسيرش لا من ناحيه الاموال لا من ناحيه الانفراستراكشر البنيه التحتيه هلا في بنيه تحتيه ما لا ما مش بطاله طبعا و يعني قبل بدايه الازمه بسوريا بال2010 2009 كان في مخابر معينه بجامعه حلب وبجامعه دمشق او ضمن ال شو بسموها هي الهيئه تبعت الطاقه الذريه نسيت شو اسمها الهيئه المدري شو للطاقه الذريه يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا 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 الوكالة الدولية لا هذيك الهيئة هيئة كذا الطاقة الذرية الموجودة بسوريا اللي تم قصفها أكثر من مرة كانت عم بحكي لك من قبل كان عندها قدرة كان عندهم المعدات والأجهزة كان عندهم عدد رائع من الأجهزة مثلاً الفلو سايتومتري أنا أسفة إذا بدي أقطعك بس هي فعلاً لهلأ لساتها موجودة ولهلأ لسه عندها أجهزة وقدرات خارقة بس للأسف أنه صارت محدودة ما عاد في إمكانية وصول أو accessibility للوصول لهي الأجهزة بس هي لساتها لهلأ هي كثير فيها شغلات متطورة جداً تماماً فلاني انا رايح وشايفهم انا رايح وشايف في بهداك الوقت وشفت انه في هي القدره فعليا على وجود هي الاجهزه فانه الاجهزه لا تعوزنا هلا الاكسسبيليتي للجهاز هذا شيء اخر انا بعرف من زمان من جامعه دمشق كان في اجهزه فلو سايتومتري بجامعه دمشق وكانوا مقفول عليهم بالمفتاح عند دكتوره كانت دكاتره جامعه دمشق صراحه نسيت اسمها تماما بس بعرف انه كانت قافله بالمفتاح وممنوع حدا يوصل للجهاز وهذا الحكي بال2008 2009 وبتذكر اشتكوا عليها عند دكتوره سلوى الشيخ بهداك الوقت كمان لهلا مستمر الوضع شكرا انك متاكديني هالقصص اي تماما ف هلا بغض النظر عن كل هالقصص الامكانيات الموجوده والداتا الموجودة بالبلد حالياً تعطي الشخص قدرة هائلة جداً أنه يعمل فعلياً شوية ريسيرش وهذا الريسيرش مطلوب جداً وهذا الريسيرش أنا شخصياً بال2009 وال2008 حاولت بلش هيك شيء وبلشنا بين روبرت كوخ انستيتوت بألمانيا اللي هو إذا بتسمعوا أي أخبار عن ألمانيا بتسمعوا بالRKI روبرت كوخ إنستيتوت اللي هو بيرسم السياسة الكاملة طبع ألمانيا بموضوع الكوفيد 19 فإحدى الباحثين بهداك الإنستيتوت بروبرت كوخ إنستيتوت كانوا يشتغلوا على مواضيع التوبركولوسيس موضوع السي فالفكرة اللي إجتني إنه يا أخي نحن ببلدنا عندنا 8 سل فبدال ما يكون الباحث يروح على الهند او يروح على كينيا او غانا او غينيا ليجمع عينات ليش ما نعملها بسوريا والفكره كانت ان احنا نجمع عينات من مرضى السل واقرباء لهم ساكنين بنفس الهاوس هولد بنفس المنزل بس ما عندهم سل وندرس
الفارينس الجينية على عند هدول الأشخاص ببساطة شديدة. فكان المطلوب هو كت واحدة اللي هو كت لعزل الدم. واتفقنا مع مخبر مخبر بمخبر خاص بمدينة دمشق، واتفقنا مع مدير مركز السل بمدينة دمشق. كان الموضوع جدا جدا بسيط فعليا بذاك الوقت، وجمعنا عينات، جمعنا حوالي 160 عينة دم من مرضى السل، وحوالي 80 أو 70 شخص من أقربائهم رضيوا طبعا شاركوا بالبحث العلمي أو بهي الدراسة. للأسف في 2011 بلشت الأزمة وصارت كثير مشاكل، وقفت القصص كلياتها، وما زالت كل القصص على الآن بسوريا كعينات وكل القصص، لأنه كانت الاتفاقية بذاك الوقت أنه برنامج السل تبع الأمم المتحدة هو يساعد بالنهاية أنه نحن نطلع العينات على ألمانيا وبألمانيا يعملوا كل القصص الثانية. طبعاً نحن الشيء الوحيد اللي عملناه نحن بعتنا كت لعزل الدي ان اي على هذا المخبر، كانت تكلفتها حوالي 2000 يورو أو 2500 يورو، اشتريناها بألمانيا وعملنا الديليفري لسوريا، وصلت لسوريا وبلش يعزل الدي ان اي، بعدين صارت كل القصص وكل الدنيا وقفت. فهذا جزء من الأفكار اللي دائماً تطرح لنعمل أبحاث. طبعاً هلا هاي نحن حنحكي فيها، رح أطلب منكم تحكوا فيها بعدين قبل ما بلش أحكي النقاط الموجودة اللي هي أسهل من الشيء اللي أنا حكيته. فأحد النقاط اللي ممكن الواحد يشتغل عليها اللي هي فعلياً collection of epidemiological data on different diseases and cases. هلأ هاي الشغلة على سبيل المثال مهمة جداً لبداية أي نوع أبحاث. أنا رح أخذ مثال الأتراك. الجامعات التركية هيك بلشت. الجامعات التركية بأوائل التسعينات أواخر الثمانينات أوائل التسعينات ما كان عندهم بحث علمي على الإطلاق، ولا كان عندهم لا ميزانية للبحث العلمي، ما كان عندهم أي شيء على الإطلاق. كان عندهم باحثين أتراك موجودين بأمريكا، موجودين بألمانيا، بإنجلترا، بفرنسا، بإيطاليا، بالصين، باليابان، بأستراليا، بكندا، كانوا موجودين بكل المحلات. وبنفس الفكرة أنه ليش ما نحن أول شيء نشوف البوبوليشن التركية شو عندها مشاكل، شو هي المشاكل الأساسية الموجودة بالبوبوليشن التركية. وبلشوا يشتغلوا وبلشوا يطلعوا مشاكل القلب، مشاكل الرئة، مشاكل السكري، كل هالمشاكل اللي هي نحن موجودة عنا ونحن سمعانين فيها ونحن بنعرفها أنه أي أكيد بسوريا في مشاكل بالسكري. طب أوكي، طب شغلة كتير أساسية، طب هذا السكري جاي بسبب اللايف ستايل حصرا ولا جاي لأنه في جينيتك بريديسبوزيشن؟ طب إذا في جينيتك بريديسبوزيشن شو هو؟ هذا الشيء نحن ما فينا نجاوب عليه إذا ما كان عنا هي الدراسات الإبيديميولوجي لنجمع هي الداتا. وهذا الشيء موجود، هذا الشيء سهل كتير، هذا الشيء ما بيتطلب بدنا احنا لا يكون عندنا كتاب، لا يكون عندنا كمبيوترات خارقة، لا يكون عندنا أجهزة تحليل أو أجهزة قياس إلايزا أو بي سي آر أو شيء، أبدا ما لنا بحاجة لكل هالشيء. المطلوب نحن نجمع عينات أو نعمل استقصاءات عن طريق questionnaires لحتى توصل لعنا هاي الداتا. كم شخص؟ يعني على سبيل المثال عنا عائلة معينة، عائلة X، كل العائلة عندها سكري ولا شخص واحد عنده سكري؟ أنا لما اكتشف أنه عندي عائلات متكاملة كل العائلة من A to Z عم يكون عندها سكري أو عم يكون عندها أمراض قلب أو عم يكون عندها أمراض ضغط على سبيل المثال، احنا بنعرف انه هاي الامور كلياتها عندنا درسناهم كلياتنا انه في جينيتك بريديسبوزيشن. طب احنا ليش ما ندرس هالجينيتك بريديسبوزيشن هاد؟ هل هو دي نوفو جينيتك ميوتيشن ولا جينيتك ميوتيشنز اوريدي معروفه؟ ارجع على المثال التركي،
بكل العالم في اوتو اميون ديزيزز اوكي، ولكن الى الان مخبري منهم الى الان نحن عندنا اتفاقيات مع الجامعات التركيه تجي عائله معينه اطفال عندهم مشكله معينه. الاساس طبعا انه الاب والام ولاد عم ولاد عمي، وهي شغله منتشره عندنا بشكل رهيب يعني. بالنهايه نحن عندنا زواج الاقارب كونسنجوينيتي. نجي لهون عم نعمل تحاليل بسيطه نعمل سيكونسينج للدي ان اي، وعم نكتشف جينات جديده. كل شهر بيطلع معنا جين جديد نقدر نربطه بالاوتوميونيتي، فما بالك ببلد مثل سوريا. بس هذا الشيء انت ما فينك توصل له اذا ما كان عندك الداتا بيسز اللي هي فقط جمع عينات او جمع معلومات، اللي هي جمع معلومات ابيديمولوجيكال داتا الموجوده بالجامعات، الموجوده بالمدن، الموجوده بالقرى. هل هناك قرى معينه في عندها امراض اكثر من امراض؟ هذا الشيء طبعا ما له بحاجه ان يكون عندك انت مصاري لحتى تقدر تعمل هالعينات. هي بالنهايه كلها كوشنيرز تعباي وتفريغ ضمن ملفات اكسل وعمل داتا اناليسز. هلا موضوع الداتا اناليسز هذا الشيء رح نحكي فيه بعدين، انه نحن في عنا كميه هائله من الباحثين السوريين الموجودين برات سوريا اللي هن مستعدين يشتغلوا معكم على هذا النطاق. انه اوكي انت ما عندك قدره تعمل داتا اناليسز، ما عندك البروجرامز، بعت لي اياهم نحن نشتغلهم ونعمل بيبر سوا. بالنهايه انك انت تبلش تطلع بيبرز ابيديميولوجيكال بيبرز عن سوريا، هذا الشيء سهل كثير لانه عندك كميه هائله من هالمواضيع. تعالوا ننسى نجمع epidemiological data من different diseases، ما بدنا نجمع شيء قائم. تعالوا نجمع historic data of diseases. طب هاي الداتا كلها موجودة ضمن ملفات الجامعات أو ملفات المشافي الجامعية. هلأ أكيد حتقولوا لي في صعوبة كثير نحن نعمل access لهي الداتا، أكيد ما عم قلكم لا، ولكن عم بعطيكم أنا الأوبشنز المختلفة كيف الواحد ممكن يعمل شيء. هلا اللي عنده قدره انه يوصل لواسطه معينه ويقدر يوصل اكسس لهي الداتا، هذا الشيء هائل. لانه انت ممكن اول اكثر كميه من طلاب الطب اللي بيعملوا دكتوراه بالمانيا، هم دارسين طب بيعملوا دكتوراه بس ما يحصلوا على التايتل ام دي، لانه اذا ما كان عندك هي الدكتوراه ما فينك تاخذ ام دي، بضل اسمك طبيب فقط وليس ميديكال دكتور، بضل اسمك بس طبيب. هاي نحن اياها بسوريا شوي مختلفة، ولكن هدول الأشخاص على سبيل المثال بيقول لك أنا بدي أعمل دكتوراه بالجراحة التجميلية. فإحدى الزميلات سورية طبيبة التجميل موجودة بألمانيا وعملت دكتوراه على إحدى الاستقصاءات اللي بتصير لبتر القدمين بسبب الحوادث. فشافت انه اذا صار بتر القدم بالطريقة A او بتر القدم بالطريقة B، فاتت شافت الديتا الموجودة عندها بالمستشفى، جمعت فعليا 15 حالة من A و 15 حالة من B، وعملت مقارنة من ناحية الألم الكواليتي اوف لايف وشو صار بالمرضى. بعتت للمرضى بعد 10 سنين دورت عليهم وبعثت لهم كمان استبيانات عبوة وقالت انه حسب الاندكس تبع مدري مين حسب الالم اذا بيعبوا كذا كذا بيعملوا سكورينج، حسب السكورينج بيطلع كذا. طب هي البيبر بالنهاية انتشرت. طب هذا الشيء فعليا اخذ منا للتكلفة الكاملة، حسب ما بتذكر كانت التكلفة الكاملة للريسيرش كلياته وهذا بالمانيا وغالي شغلة 1000 يورو. طبعا 1000 يورو هلا بسوريا كتير مبلغ كبير ما عم لكم لا، بس بسوريا حيكون أرخص بكتير لأنه تكلفة معون الورق أرخص من ألمانيا، وتبعت الرسائل أو تقدر توصل للمرضى أو تستدعي المرضى، لأنه بسوريا غالباً أسهل أنك تستدعي المريض يجي لعندك، أو تروح لعنده على المريض إذا كان موجود ضمن المدينة وتعطيها أو ترفع السماعة وتسأله. هاي الأمور كلها ممكن. فأنت لما تبلش تعمل هالأمور هاي، كل هاي تقع ضمن نطاق الببليك هيلث، الصحة العامة، إنه نحن حنجمع معلومات الصحة العامة كاملة بسوريا لأمراض معينة لنقول مرضى الربو. طب
كم مريض ربو بسوريا؟ شو نسبة الربو بسوريا؟ هل الربو بسوريا مرتبط بالبولوشن؟ إذا نحن رحنا دورنا على الأشخاص اللي ساكنين بالجبال فوق بمضايا وبلودان أو بقريب مثلاً القرداحة، حمام القراحلة عند اللادية، جبال اللادية فوق، أو رحنا على مناطق تانية بسويدا، بجبل العرب بسويدا، هل هديك المناطق كلياتها الأشخاص الموجودين هناك عندهم نسبة أقل ربو من الأشخاص اللي ساكنين مثلاً بدمشق وحلب، بما أنه هن أكثر مدينتين مكتظتين بالسكان وعندهم هاي pollution rates؟ طب فينا نعمل هذا الاستقصاء وهي الدراسة وهي المقارنة؟ ما راح تاخذ كثير، هي دراسات اكثر هي انك انت تاخذ اعداد اوريدي موجوده بالسيستم عندك، انه بسويدا في بس 13 مريض ربو مسجلين ضمن السيستم مقارنه بكذا. فينك انت تبلش تعمل هذا السيستم وتقول انا بدي اعمل احصائيه وشوف شو عدد الاشخاص اللي معهم ربو ضمن السويدا، فانت بتحترفع سماعه وتتصل. طبعا هاخد اسئلتكم وكل الكريتيك اللي حتعطوني اياه، لانه حتقولوا لي بسوريا بيصير او ما بيصير، ونتناقش بهالمواضيع هي. Building small cohorts of clinical trials during pandemic. كلياتنا بنعرف انه نحن هلا بسوريا عم نموت بسبب الكوفيد 19، وكل الارقام اللي بتنحكى كلياتها ما لها مزبوطه. كلياتكم اطباء، كلياتكم موجودين بالمواساة بالاسد الجامعي وبحلب الجامعي والاسد ب شو اسمه باللاذقيه، ما بعرف وينكم انتم فعليا، اذا كلكم بالشام او بمحافظات مختلفه، بس بالنهايه انتم حتشوفوا انه الاعداد كلياتها هائله. طب نحن تعالوا نشوف انه الاشخاص اللي هلا كثير عالم عم يكتبوا على الفيسبوك، الشخص اذا ضل ببيته تعالج ببيته عنده نسبه انه يتعافى ويعيش ويطيب اعلى بكثير ما هو انه يروح هلا على المستشفى. طب هل هذا الشيء صحيح؟ هلا ممكن احنا اذا طلعت هاي الدراسه حينحط الشخص بمشكله امنيه، ولكن انا عم فكر من الناحيه العلميه البحته فقط. هلا التداعيات الأمنية والواسطوية وكل القصص الثانية حنجي عليها لما نحكي هلأ بشكل خاص أكثر معكم واحد واحد. بس مثلاً هاي النقطة مثلاً كانت دائماً تشغل بال الكل، إنه طب فعلياً إذا واحد، طب نحن إذا طلعنا هاي البيبر فينا نحن نقول إنه بالدول اللي هي عندها عدم قدرة اقتصادية أو عدم قدرة صحية حالياً لأسباب معينة، أسباب حربية، سبب حرب مثلاً، هل فينا نقول أنه الهوم كير ممكن يكون كبديل؟ إذا كان هذا الشيء صحيح فعلياً بسوريا أنتوا حتوصلوا لأول استطباب هوم كير لمرض الكوفيد 19. عم تقولوا نحن بنقدر نعالج الكوفيد 19 بالبيت، وهذا الشيء اللي وصلنا له، وفي حالات سيئة لأنه أنا شفتهم عم بيناتهم وصل الأكسجينه ل 66%، 66% يعني المريض عم بيموت وتعالج وطب موجود بالبيت، ما بعتنا على المستشفى لأنه كلياتنا بنعرف المشاكل كيف الوضع فيها، ليس على الأطباء ولكن على المعدات والتجهيزات الموجودة. فهي الأمور فينا الواحد يبني يشتغل عليها كمان. Analysis of case studies، هاي الشغلة كتير 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 سهلة، وكتير زملاء موجودين بعرفهم بتشرين وبجامعة دمشق عم بينشروا هلا حاليا بالأكسفورد جورنالز أوف مثلا ميديكال مدري شو أو باثولوجي أو كذا. الإمباكت فاكتور تبعهم ما له عالي، ولكن أول شيء هن ما لهم بريديتري جورنالز، يعني هن المجلات محكمة حقيقية، هاي المجلات إلى تقييم عالمي، يعني إلى impact factor، حتى لو كان impact factor فيها 0.5% 0.5 أو 0.2 بغض النظر بتضل أفضل، مع احترامي الشديد للجميع، بتضل أفضل من مجلة جامعة دمشق.
يعني بالأخير أنت حطيت اسمك، فأنت بالمستقبل إذا حبيت تطلع تعمل ريسيرش بالمستقبل أو تطلع تعمل بورد أو تطلع تعمل فخ أرت اللي هو التخصص بألمانيا أو وين ما كان، حطيت بالسي في تبعك إنك ناشر مجلة علمية محكمة ككيس ستاديز، هذا الشيء كتير كتير مهم خاصة بالتخصص اللي بدك تطلع عليه. والله أنا ناشر كيس ستادي على مرض معين بأمراض الدم، شغلة معينة شفناها، حالة غريبة بكذا. فهي الأمور اللي فينا نحن نشتغل عليها. Hygiene concepts and their relatedness to disease. هي شغلة كتير مهمة نحن بالنسبة لنا. نحن دول الهايجين بالنسبة لنا أو النظافة بالنسبة لنا هي أكثر مهمة، بنقول من الناحية التقليدية أو الناحية الثقافية أو من الناحية الدينية أكثر من دول العالم الغربي. نكون واضحين بهالموضوع، نحن نحكي الهايجين بشكل عام. كثير شغلات على سبيل المثال أحكيها من منطلقات أو من منطلق شخصي من بحثي اللي هو الربو. إحنا بالربو عنا شيء أساسي اسمه هايجين هايبوتيسيز، نظرية النظافة. الهايجين هايبوتيسيز بتقلك كل ما كان المجتمع أنظف كل ما زادت نسبة الإصابة بأمراض التحسسية أكثر، إن كانت ربو أو أتوبيك ديرماتيتس أو فود ألرجي. إحدى الدراسات من إسرائيل، دراسة كتير مهمة طلعت من حوالي 4 سنين، بتقول إنه إذا رحنا على نفس البلد نفس المدينة درسوا حيفا، العرب عرب 48 عرب الساكنين بحيفا عندهم نسبة إصابة بالربو أقل بكتير من الإسرائيلية اليهود. راحوا درسوا لقوا إنه اليهود أغلبهم جايين من أوروبا، النهاية كله جاي من غير محلات. عندنا المنطلق الأوروبي إنه نحنا بدنا الولد ما منطعميه أكل معين إلا ليصير عمره 3 سنين، ليطلع السن وليطلع الناب وليطلع الضرس وبدري شو كل هالقصص. بينما نحنا ببلادنا العادات والتقاليد بتقول إنه الولد صغير لحسيه لحسة الأكل، خليه دوقه، بتعلم على الدواقة. طب هذا نوع من الكونسبت اللي احنا اخذينه كنوع تقليدي، ولكن هو فعليا اساس علمي شديد جدا، انه كل ما كان الاكسبوجر تو الرجنز او تو بكتيريا او تو اي شيء كل ما كان اقل او بعمر اقل او بعمر اصغر، كل ما كان الجهاز المناعه صار عنده قدره انه هو يتعرف عليها اسهل، لانه جهاز المناعه لساته غض وجديد وما رح يتعرف عليها كشيء غريب. فأوتوماتيكيا لما الواحد يأكل فستو هو عمره صغير ولا كان مسبحة ولا كان كذا ولا أي شيء كان له علاقة، وخاصة إحنا كثير عنا مكسرات والقصص هاي بحياتنا، هتلاقي إن إحنا ببلادنا ما عنا بينات ألرجي. بينما أنا هون بين كل ولدين والثالث بأميركا في عندك ولد معه بينات ألرجي، ولازم ينكتب على كل شغلة بتنباع إنه هي بينات فري ولا مين ما لا بينات فري. اليوم اشتريت شغلة سناك صغير مكتوب This product was made in a facility that does not include any peanut. بالأخير هن عم يعملوا خبز، يعني السناك اللي اشتريته شي خبز زي هيك صغيرة، بس اشتريتها من انه نحن اللي من صنعة ما في محل فيه peanut، لانه في عالم فعليا اذا مروا جنب البينات ممكن يتحسسوا لهالدرجة الحساسية عندهم. فموضوع الهايجين كونسبتس عنا وارتباطه بالأمراض هي شغلة كتير مهمة كمان، ما لها صعبة لأنه هي بالنهاية ما لح تتطلب أي مبالغ مالية، هي questionnaires تجمعها وتدرسها. شغلات تانية ممكن أنت تدرسها تندرس كتير، حدا من بيناتكم بيشتغل بالطب النفسي psychology psychiatry من دارسين طب؟ لا. أنا الصراحة عملت مرة كان مشروع عم يدرس الـ World Stressors وعم يدرس الهدك عند طلاب الطب. تماماً. على سبيل المثال أحد الأبحاث اللي أنا راجع قريباً
أنا راجع قريبا لألمانيا بعد تقريبا بين الشهرين والثلاث شهور إن شاء الله. راجع استلم مخبر صغير بألمانيا بجيسن اسمه سايكو نيورو إيمينولوجي، مخبر عن سايكو نيورو إيمينولوجي، الأمراض المناعية العصبية النفسية. واحدة الدراسات اللي فعليا بلشنا فيها عم نشتغل فيها هي تأثير الـ PTSD الـ Post Traumatic Stress Syndrome على الأشخاص اللي هاجروا من سوريا أو طلعوا لاجئين من سوريا على ألمانيا، وعلى تطور الربو والحساسية عندهم، لأنه في أساس ارتباط. طب أوكي، أنا عندي جزء من الدراسة، فعليا جزء من الدراسة هو جزء بيولوجي، بدي اسحب دم منهم واعمل تحاليل للخلايا وشوف هاي الخلايا شو عم تساوي وكل هالقصص هاي، ولكن العامل الاساسي اللي هو له علاقة بالPTSD والسايكولوجي والقصص هاي هو حوالي 16 كوشنير الاشخاص بدهم يعبون. طب هاي الشغلة ممكنة بسوريا، انك انت تسأل الاشخاص الموجودين وتخليهم يعبوا كوشنيرز الى علاقة بالPTSD، إلى علاقة بال different psychological issues اللي هلأ أوريدي عم تطلع عند الأولاد الموجودين اللي هن بفترة من الفترات ما قدروا يروحوا على المدرسة أو راحوا على المدرسة. إحدى الدراسات اللي هي فعليا من ضمن النطاق psychology أو psychiatry البولينج، التنمر، هذا الشيء موجود كتير ببلادنا، يعني غالبا كلياتنا واجهناه at some point بدراستنا بالجامعة أو بدراستنا بالمدرسة. طب هذا البولينج كمان فينا الواحد يعمل عليه دراسات كلياتها low cost research. أنا بعمل الريسيرش كلياته بتكلفة جدا بسيطة، لأنه بالأخير أنا بدي أجمع الأشخاص control group، group تاني اللي هو الـ PTSD أو الـ psychology psychological issue اللي هي تاني، خليهم يعبوا كوشنيرز معترف عليها عالميا، اعمل لها اناليسز، وبعد هاي الاناليسز اي رايت ا بيبر، ببلش ا بيبر ان ا سيريان كوهورت، ان ا سيريان بوبوليشن، ان ا سيريان تشيلدرن بوبوليشن، عم بحكي لكم كجزء من التايتل، اوتوماتيكيا ات ويل بي ببلش. رح يسالوك اسئله معينه ولكن ات ويل بي ببلش. وانس اتس ببلش انت اوتوماتيكيا رجعت جامعتك للعالم، تقول والله جامعة دمشق جامعة ها ساتة محترمة. هلأ إلى الآن الشهادات معترفة عليها، ولكن بألمانيا بلش صار في سكروتيني كتير عالي للشهادات على سبيل المثال، في أوروبا بشكل عام لأنه في تزوير هائل عم بيصير، بأمريكا أقل لأنه ما عم تفوت أنت لهون لحتى تبعت وتعدل شهاداتك وتعمل ستيب 1 والستيب 2 وكذا، بعدين بتجيك الفيزا لتطلع لهم. هلا هاي الامور الاساسيه بشكل عام عن على الميديكال فيلد. رح احكي شوي على الفارماسيوتيكال فيلد بما انه معنا اثنين صيادله، ما رح احكي على الدنتال لانه ما في حدا دنتال، بعدين حنحكي اكثر كل شخص بشخصه. بالنسبه للفارماسيوتيكال كمان عندنا نفس الشيء، الابيديميولوجيكال داتا اون ذا دراج افكتس، هاي المعلومات اوريدي موجوده كتير. في عندك مركز السموم بالشام، مركز السموم فيه كتير داتا هائلة عم تنجمع، ما بعرف لآخر فترة شو الداتا اللي انجمعت ممكن، بس أنا بعرف من قبل 2010، من 2001 2010 كمية هائلة مرعبة من الداتا تم جمعها بمركز السموم مثلا الموجود بالغساني بالشام. هاي مثال analysis of historic data of diseases، كمان disease مع أدوية، فيني أنا أربط هاي الأمور سوية إيه أو لا، كلينيكال فارماكولوجي معنا سرية بدرس كلينيكال فارماكولوجي، هاي الأمور مواضيع التشخيص المخبري، أنا فيني فوت وشوف مواضيع موضوع التشخيص المخبري أعمق شوي لأنه أو مو أعمق نقول أعقد شوي لأنه غالبا أنت بحاجة لشيء واقع إنك تجيب عينات وتعمل لهم شوية تحليلات وشوية معايرات لتقدر تعمل رسالة معينة، بس فينك انت تروح على الهيستوريك داتا وتشوف انه اوكي نحن المرض الفلاني وارتباطه بتحاليل معينه، فيني انا اعمل نوع من الكوريليشن، هل الكوريليشن هي منشوره سابقا، فيني انا اطلع كوريليشن جديده، فيني اعمل شيء معين جديد،
ممكن بالاخير انك تنشر البيبر مو بي امباكت فاكتور عالي، بس بالنهايه انك يو كان ببلش. دائما بدكم تفكروا فيها. خليني اخلص جملة بعدين بقرا جملتي. كل داتا يو كان كولكت يو كان ببلش. هلا طيب تخصصات الصيدله الاخرى اللي ما فيها حالات مرضيه، شو الاقتراحات عنها؟ طب اعطيني تخصص صيدله ما فيها حالات مرضيه لا نحكي فيه. فارماسيوتيكال تكنولوجيز مثلا، جواب اي لا. ممكن على فكره كتير يعني كتير فيلد خصب الفارماسيوتيكال اندستري انك تعمل ابحاث كتير كتير يعني تماما. هاي اللي حكي عليها الواحد انه قارن بين وسيلتين للادمنستريشن لدواء معين بالواحد. هي واحد. هلا هو مثلا الثانيه بجوز طريقه معايره او توصيف معين تكون حساسه اكثر من وسيله ثانيه بخصوص دواء محدد. طريقة تصنيع معينة بتخلي دواء معين أقل سمية، ممكن الهيبارين مثلا. بظن هذا اللي ببالي. ما بعرف تماما اللي حكيته 100%. هلا بس هلا ممكن يقولوا لك طب طريقة المعايرة بدي اضطر اشتري كتات، والكتات هاي بدها تكلف مصاري، انا كيف ممكن اعمل شيء ارخص؟ او قسم كيمياء العقاقير، رح ارجع لكيمياء العقاقير لانه الكيمياء العقاقير هي يعني في قلبي، انه بلادنا هي بلاد العقاقير بالنهايه. بس مثلا الكيمياء التحليليه او الغذائيه، فينا نحن نحكي مع الفارماسيوتيكال كومبانيز. في عندنا شركات ادويه هلا من اول وجديد بلشت تشتغل من اول وجديد. عندك شركات الغذائيات، كثير في شركات لها علاقه بالامور الغذائيه، فينك واحد يتواصل معهم. فيني انا اعمل معايرات معينه بالشركه، فيني شوف تحاليل معينه بالكيمياء الغذائيه، بنكون شغله معينه عملتوا له تحليل A، اذا عملنا له تحليل B. اتخيل كثير هاي الشركات ممكن تعطيكم شويه accessibility لهالديتا. ممكن لا، نحن عم نحكي شو الأفكار اللي ممكنة. هلا ممكن نشرح حالات أكثر شوي. هلا قسم كثير على فكرة. من فترة قريبة كثير، بظن بآخر أسبوعين، بآخر 3 أسابيع، كان في رسالة ماجستير يمكن انتشرت، وكان موضوع أنه استخدام وسيلة بالمعايرة. معايرت شو والله ما اتذكر بالضبط، بس يعني في الواحد يعمل هيك شيء وانتشر. يعني هي رسالة كانت محكمة وانتشرت. بس دكتور، منشان موضوع شركات الأدوية، هلا هو صحيح والمفروض انه هيك هذا الشيء الطبيعي والواقعي، بس اللي عم يصير انه احنا ما عندنا ثقافة البحث العلمي اللي هي انه الشخص مستعد يدفع كرماله هذا الشيء. أنا من فترة كان في ببالي بحث أنا وزميلتي، هو عن صنف، مقارنة صنف نحن عم نستخدمه بدون ذكر البحث يعني، لأنه أستاذه ببالي ومصرة أني رح أعمله. فمقارنة صنف نحن عم نستخدمه دواء تركيبة، يعني عم نستخدمه بصنف ما في غير شركة دوائية واحدة عم تصنعه بكل سوريا. فهذا الشيء حيعمل له ربح هائل. كان هو شيء في مقارنة جينية انه نحن لازم نستخدم الصنف الثاني لانه الاول نحن ما بنستفيد منه. ومع هيك ما في اذان صاغية ابدا كانت، والبحث كان مكلف جدا، بس لساتني مصرة رح يجي يوم واعمله اذا الله رب. ان شاء الله. يعني هلا بالنهاية هي الابحاث هي النقطة لنقول نقطة البعيدة اللي ممكن نتناقش فيها، انه انتم فيكم تحكوا مع باحثين سوريين او عرب موجودين بغير جامعات، تطرحوا عليهم الفكرة وتشوفوا اذا غير جامعات، يعني قصدي باوروبا او بامريكا او يعني برات سوريا، انه اذا نحن ممكن نعمل شيء. يعني على سبيل المثال المانيا في قسم كامل بالتمويل بالمانيا، انه انت عم تشتغل بحث علمي مع دولة من دول العالم الثالث. فانا اذا كتبت انه هذا البحث تبعي عم بشتغله مع جامعة دمشق، وأثبتت إنه هذا الشغل ما راح يكون فيه أي
شوشرة وواسطات وكل هالقصص هاي بشكل أو بآخر، أنا بأخذ هذا التمويل وبقدر أنه أقول للباحث موجود بسوريا جماعة العينات يا أخي بعت لي ياهن بطريقة أو بأخرى بيوصلوا العينات، ما تاكلوا هم هي القصص يعني بالأخير الواحد بيقدر يوصلها، بعت العينات ونعمل تحرير وتطلع بيبر. هاي الشغلات موجودة عشان ما بعد كتير. كيمياء العقاقير على سبيل المثال أنه عم تحكي عليها نور، هو أو هي ما بعرف الاسم يحتمل شو اسمه، بس فيكم تشوفوا الactive identification of new active ingredients. رح أخذ المثال التركي مرة تانية. المثال التركي كان كتير بسيط، بعد ما عملوا كل هالأبحاث وطوروا وكذا وصار يطلع عندهم باحثين جدد وكذا، أحد الباحثين هو هلأ رقم واحد أو رقم ثلاثة عالمياً بأبحاث التحسس. عمل شغلة كتير بسيطة، جاب العسل، عسل زلمة تركي قال يا أخي عسل مكتوب عليه بالقرآن، تعالوا نشوفه. بلش يحلل الأكتف إنجريدينز بالعسل، وحلل الأكتف إنجريدينز بالعسل طلع أكثر من 55 بيبر عن هالأكتف إنجريدينز شو بتساوي على الخلايا وما الخلايا، يحط الأكتف إنجريدينز على الخلية وشو تغير الشغلات بالخلية، يعمل بيبر ينشر وهكذا. والنشر وصار رئيس، هلأ هو رئيس الأبحاث الربو والتحسس بسويسرا فعليا بالأخير، وصل سويسرا. هلأ ما نحكي على موضوع شو اسمه، موضوع العقاقير هو موضوع كتير كبير يا أخي. نحن عندنا شغلات كتير بيقولك يا أخي مريض شراب زعتر، شراب كركم، شراب زهورات، شراب ما بمدري شو. طب شو هي في شغلات اوريدي مكتشفة، في شغلات كتير غير مكتشفة، في شغلات إلى الآن نحن الموجودين بالشام ما بنعرفها، بينما شخص ساكن بضيعة من ضيع حما بيستخدموها لأنه الأجداد تبعهم كانوا يستخدموها لشيء معين وبتشتغل، بس ما حدا بيعرف شو المادة الفعالة. ممكن الواحد إذا استخلص هي المادة الفعالة، وفي طرق استخلاص المادة الفعالة بتعرفوها تماماً بكليات الصيدلة، لأنه كنا نشتغل نعملها بكليات الصيدلة أيام ما كنت أدرس، ما بتكلف، والمخابر موجودة وما بتكلف كتير، والمواد الكيميائية الأساسية ما بتكلف. يعني انك تجيب شويه حمض الكبريت على حمض ما بعرف شو مشان تقدر تستخلص الماده بالنهايه وتطلع الالكزير تبعها وتعمل له شويه اناليسز، فعليا ما راح تكلف. فهي الشغلات ممكن الواحد كثير يفكر فيها. دكتور كانت منظمه الصحه العالميه تمول، بس سالتهم سنه ما ردوا، خبر تماما الاول مشردين في المنظمه الصحه العالميه في المجال. ممكن ندور على منظمات تساعد بهالمجال، ممكن نشوف. لذلك يعني احنا عم نحكي هون الفكره هي بيعرف تماما ابراهيم انه مو الفكره هي ان احنا حنحكي ونسكر السماعه وانتهى الموضوع، لا احنا نحكي ونتابع ونشوف كيف نحن ممكن نطور بروجرام بحثي صغير لكل شخص موجود هون حابب يطور هذا البروجرام وحابب يشتغل. كيف ممكن نساعد؟ إما إن كان بالداتا أناليسز أو ربطه مع باحثين أو نلاقي منظمات تساعد أو نكتب معه جرانت معينة مع شيء منظمة دولية حكومية أوروبية ليحصل على تمويل معين، أو هو يبلش يعمل أناليسز لحاله ونساعده بكتابة بيبر بالمستقبل. كل هالأمور هاي بدنا نشتغل عليها. يعني this is the beginning لطريق اللي حابب يشتغل بحث علمي، لانه انا فعليا انا بشتغل بحث علمي وانا دارس صيدله وعملت بعدين طب نظري مثل ما حكى، بعد الطب النظري والماجستير والدكتوراه وكذا البحث العلمي هو حياتي. ف عندي اكثر من 33 بحث علمي منشور. ف this is where we need to go. اذا احنا بدنا نطور وخلي العالم عنده قدره لتفكر ويكون عنده هي الـ 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 الثقافه اللي انتم بتحكوا عليها، ثقافه البحث العلمي، من نبلش كافراد، وهالأفراد بيقدروا يجروا أفراد تانيين. لما تكون نور عملت شيء معين ونشرت بيبر، أوتوماتيكياً أصدقائها أو أصدقائه هيقولوا إيه ليش لا، تعالوا نجرب، والله هي الشغلة زبطت معهم، ليش ما نحن نجرب نعمل شغلة تانية. ممكن الأساتذة تبع كلية الصيدلة يقرروا. هلأ في كتير جزء من أساتذة الصيدلة أنا بعرفهم بحكم صداقات عائلية،
ممكن الواحد يحكي معه ونشوف كيف الواحد يطور شيء معين. فهي الأمور هلا اللي أنا حابب أحكي عليها من هالناحية. لذلك أنا حابب هلا انتقل مباشرة بلش نحكي شخص شخص شو أنتوا ببالكن كيف نحن ممكن نطور هذا الشيء. فممكن نحن نبلش بنور بما أنه نور كاتبة. تماماً. فإذا نور تحب تحكي شيء أو تحكي شيء تحكي تحكي يعني مذكر أو مؤنث. فتفضلوا تفضلي تفضل. وبعدين منبلش نحكي مع الأشخاص واحد واحد. هنروح ل احنا وقف الشير لل شو اسمه وحنحكي مع الكل لانه عندنا بشرة غالية حياة هشام ليلى لما لوما مها نور رندا ثريا ووائل. ف مين بيحب يبلش؟ واحد اثنين نو أيوة مين عم بحكي هلا؟ لا ما في حدا. طب أوكي أنا لح نقول لوائل. نور عم تكتب لي. نور عم تكتب لي. موضوع بحثي هو دراسة فعالية ما بدك تحكي فعالية مركبات كيميائية على تثبيت أنزيم PDE5. أوكي بده ينحكى عليه صراحة. بدي مو مشكلة. لازم شوف يعني لازم نحكي بشكل أعمق حتى أعرف أكثر شو الـ 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 الأمور المختلفة اللي ممكن شو اسمه يعني بدي أقرأ الباك جراوند تبع الريسيرش لأقدر ساعد أكثر بهذا الموضوع. يعني هلا هيك من عقلي صعب إني أعطي معلومة بس مركبات فهي يعني بس بالنهاية رح أبعث لكم إيميلي رح أكتبه هون للكل. هذا إيميل الجمعية أو رح أكتب لكم إيميلي مباشرة الخاص. هلا فيكم طبعا تحكوا مع gmail.com. هذا إيميلي أي حدا عنده إيميل فينا يجاوب. ليلى تفضلي. مساء الخير. مساء النور يا هلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك تفضل. شكرا على المحاضره الحلوه. انا سنه خامسه مفاصل روماتولوجي. اوكي. هلا في بحث بصراحه لسه ما اشتغلنا عليه. هو فكره طبعا الفكره هي كانت مشتركه بيني وبين دكتور ابراهيم. بدي اعمل شيء عن تاثير انقطاع الادويه خلال فتره الحرب على مرضى الروماتيك ديزيز. هلا غالبا هي حتكون بشكل مخصص غالبا حتصير بس على مرضى الزئبه بس يعني بشكل عام هي الفكره تبع البحث انه نحن في خلال ممارستنا يعني خلال 10 سنين الماضيه في كتير كان عم بيجي لعنا مرضى عم يكون صار لهم سنتين وثلاثة أحيانا بمناطق مقطوعة بشكل كامل فعم يصير عندهم انقطاع عن الدواء بشكل كامل يعني سواء مرضى عم ياخدوا أشواط علاجية أو مرضى الزئبة مثلا عم يقدروا يوصلوا للأدوية الديماردز أو حتى مرضى الرسيان يعني كمان عم يكونوا ما قدرانين يوصلوا. فأنه فكرة الدراسة كانت أنه نشوف هالمرضى هلأ هن شو هذا الشيء اللي أثر عليهم مثلا يعني شو عملون قديش صار في تغيير مثلا بالاكتيفيتي تبع المرض تبعهم وقت منحطهم على سكورات معينة. فهي الفكرة بشكل عام. لسه ما كتير يعني عرفت شو التفاصيل اللي بدي اشتغل عليها. تمام. هلا الفكرة حقيقة مهمة جدا فعليا. هلا اي بحث حيكون بسوريا بين
قبل الحرب أو بعد الحرب وتأثيرات الحرب إن كانت من الصحية أو النفسية أو حتى الأبحاث اللي لها علاقة بالهندسات أو بالعمار والقصص هي كلها ياتها هي كلها ياتها جدا جدا مهمة حتى الأمور الانفيرومنتال أنا جزء من شغلي بدرس البارتيكولات ماتر اللي هو المواد الكربونية اللي تطلع من عوادم السيارات ونشوف كيف تشتغل فهي كل الأمور اللي أنت عم تحكوا عليها هي مواضيع جدا فعليا مهمة هلأ الشغلة الأساسية اللي أنت بدك تنتبهي لها تماما هي بناء الستادي جروبس أنك أنت بدك تعملي هدول الأشخاص قبل وبعد عندك داتا لإلهم قبل أو ما عندك داتا لإلهم قبل فهي شغلة كتير مهمة بدك تعرف يكون عندك داتا قبل لإلهم تاريخية معينة حترجع تدرسيهم هلأ خلال فترة الحرب أو مدروسين خلال فترة الحرب خلال الانقطاعات بناء الستادي جروب كتير مهم لحتى أنت لما بدك تعملي نشرة للبيبر إنه حيكون عندك قدرة إنك أنت تدافع عن الداتا ما يجي أي حدا ومباشرة يقول لك هي الداتا مبنية بالأساس غلط لأنه مثل ما شفتي ربع الداتا اللي منشورة تطلع غلط أو كذا لأنه الستادي ديزاين تبع عم بيكون غلط من الأساس فهي شغلة كتير مهمة هلا اللي انا ممكن اعرضه انا ما اختصاصي نفويات بس انا اشتغلت كلينيكال ريسيرش كثير وبنينا كلينيكال ريسيرش كوهورتس كثار ان كانوا بيدياتريك كلينيكال ريسيرش كوهورتس او ادولتس كلياته كانت بامراض مناعيه معينه فاذا ما عندكم مشكله ات سم بوينت وتبنوا الفكره اكثر فينك تبعتي لي اياها وممكن نتناقش فيها كثير على البناء الستادي ديزاين حتى تعرفي كيف انت بدك تعملي الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا انا شو بدي اضيف على هالدراسه ومين الاشخاص اللي انا ما راح يكونوا منضافين على الدراسه هل هي دراسه متعلقه باماكن معينه بشغلات معينه شو هن الكوفاوندينج فاكتورز اللي بدي احطهم الكوفاوندينج فاكتورز هل هو مثلا اللايف ستايل الغذاء الاكل ممكن الاكل كان عم يعني بياثر على سوء المرض او البروجريشن تبع المرض او البروجنوسيس تبع المرض او لا هاي الامور لازم تعمليها تحطي لها يعني فكره كثير اساسيه بهذا الموضوع تمام شكرا كثير اكيد انا وقت يصير عندي معلومات اوسع يعني كثير بيسعدني انه اتواصل معك انا دائما جاهز انا دائما شكرا. جاهز شكرا شكرا كثير بشرى لا نو بلا اي لوما تفضلي شفت حدا رفع ايده ونزلها مساء الخير دكتور مساء النور يا اهلا اول شيء عن جد نحن كثير فخورين فيك انه حدا من سوريا عن جد شكرا انه ابراهيم كمان استضافك اليوم تسلم يا رب بس يعني انا فعليا انا زلمه كثير صغير مقارنه بكثير سوريين موجودين في كثير محلات وباحثين وناشرين وبروفيسوريه فهي المشكله مشكله اعلاميه وليس شو اسمه بس يعني بالنهايه نحن كثير صغار ما بنحكى فيه هو كل شخص عنده بصمه فهي بتكفي بظن هلا انا اول شيء بدي اعرف عن حالي انا من حلب طالبه اختصاص اذنيه سنه رابعه بمشفى حلب الجامعي هلا انا في عندي كم سؤال هن انه انا اذا بدي اطلب فاندينج من مؤسسه معينه تمام فانا بدي ابعث لهم بروتوكول ولا بدي ابعث لهم فكره ولا يعني ولا هي مثلا كل مؤسسه او كل شخص او كل مركز معين بده يقدم مساعده هو في عنده مثل فورم معين لازم نعبيه السؤال الثاني انه انا شلون بدي اعرف ان مجال الانترست اللي انا مهتمه فيه هو بناسب هي الجهه اللي انا عم بطلب منها المساعده تمام السؤال خليني اخر سؤال اوكي اجاوبك على اول سؤالي مشان ما انسى انا ذاكرتي شوي مثل السمكه الذهبيه تروح بسرعه لا سلامتك دكتور السؤال الاول اغلب الجهات اللي بتقدم تمويل عندها ماسكات للملفات كيف انت ممكن تعبي البروبوزل
عادة كل بروبوزل بيكون فيه project description، وبعد البروجكت ديسكريبشن بدك تحطي، خليني رح افتح لك بروجكت ديسكريبشن انا عامله وبشرح 3 دقائق عن الـ كيف ممكن يكون البروجكت ديسكريبشن، بما اني انا هلا حاليا ب فتره كتابه بروجكت، ف اعمل شيء يعني. على السريع انه انا بقصد انه هي هنا بيكونوا على موقعهم في هيك شيء، ولا انا لما بتواصل مع هذا الشخص هو بيقول لي انه خلص ما تحكيني عبي لي هذا الفورم بعدين بنحكي؟ تمام، لكل حدا شكل رح فرجيكي. فعليا كل حدا شكل، ولكن هلا هذا الملف كوفيد 19 اند ستريس لونج تيرم ايبيجينيك امبليكيشن اند ديزيز ديفلوبمنت. على سبيل المثال هن طالبين هيك يكون التقسيم، هو بكتب لي انا بدي تكتب لي مين الابليكانتس كيوردز شيء اسمه ان ناتشل، يعني شرح الفكره كلياتها بجملتين، بعدين بروجكت ديسكريبشن شو البرايمري اوتكمز الايمز هن بيطلبوها اديشنال كذا والتايم لاين هاي الشغلات، بعدين ريفرنسز بالنهايه بيجوا، فهي شغله هن بيطلبوها. جمعيات تانية أو منظمات تانية اللي هي عندها التمويل تبعت لك ماسك، لهم مثلا ما كان عندهم ماسك أو فورم، كان عندهم بالويب سايت تبعهم إنه هيك بني الابليكيشن تبعك. بغير محلات في فورم بيقول لك مثلا الفورمولار أو الفورم تبع تعباية وشوفي ملف وورد وفيه البولت بوينتس، فهي البولت بوينتس انت بتعبي تحتها كل نقطه بنقطتها 1 2 3 4 5 6 7 8 فهيك بيصير. النقطه الثانيه اللي عم تسالي عليها هي كانت كيف انا بعرف انه الجهه هي بتعمل التخصص تبعي. كل جهه اول ما تفوتي على الويب سايت تبعهم اوتوماتيكيا حتلاقي شو بيمولوا شو ما بيمولوا اوتوماتيكيا، يعني بيقول لك احنا بنمول ابحاث مثلا ابحاث طبيه، بيقول لك ابحاث طبيه فكل شيء طبي، لما يقول لك نحن بنمول كذا فهو كل شيء كذا. اذا في جهه معينه انت ببالك حابه تقدمي عليها انا كمان ممكن ساعدك، بعثي لي اياها ممكن اقرا لك شوف لك بسرعه شو ممكن هاي الجهة تمول ايه او لا حسب التخصص اللي انت حابة تقدمي عليه. شو سؤالك الثالث؟ السؤال الثالث هو انه هلا اكيد هنا رح يصير في مثل ضمانة او يعني هيك المفروض انه نحن لما نتعامل مع جهة انه لازم يكون في مثل عقد او كونتراكت او شيء. طب انا بلكي مثلا عطوني هذا التمويل بس انه جيت على الواقع ما قدرت طبقه، فانه يعني شو يعني انه مثلا هنا لاي حدا لاي حد انا فيني مثلا اقول لهم انه الليميتيشن اللي عندي اياها انه يا جماعه إيش. انا ممكن انزل على الشارع ما حدا يرد علي ممكن إيه. مثلا يعني هاي لازم اكون وضحتها بالاول تماما ولا... هاي تماما بكل جراند ابلكيشن بدك تقولي anticipated results والترابل شوتينج. والترابل شوتينج بدك تقولي انه انا في امكانيه اني انا انزل وما الاقي عينات فالحل هو كذا، ممكن اعمل كذا وما الاقي كذا فالحل هو كذا، بدك تقترحي حلول بديله او alternatives. واذا كان ما في alternative بدك تكوني موضحه تماما بالابلكيشن تبعك انه alternative اذا نحن فشلنا بجمع هالعينات او فشلنا بجمع بعمل كذا او كذا او كذا، فإذا والالترناتيفز فشلوا فهي المصاري بدها ترجع للمنظمة. هذا بشكل عام عند كل المنظمات لما يعطوا مصاري. هلا بي آخر سؤال هو إنه إذا الابليكيشن ما تقدمت عن طريق شخص تقدمت عن طريق جهة رسمية مثلا من الكلية أو شيء مركز يعني بسوريا، تمام، فإنه بهالوقت انه نحن في العقوبات يعني لسه مفروضة على هذا الشيء ولا ما بنقدر نعرف انه هي كيس باي كيس ولا لا انه الافضل نقدم لحالنا ولا كيف؟ تمام ولا ما في جواب دقيق عند حضرتك؟ تمام. اول شيء انت لما تقدمي ما بتقدمي لحالك، يعني هلا انا لما اقدم
بقدم كهاني حرب ولكن كباحث بجامعة هارفارد. فبالنهاية الجامعة هي بدها تكون الضامن الأساسي لأنه هي المنظمة، هي الضامن لهذا الشيء. فأنت لما تقدمي بتقدمي باسم لما ولكن عن طريق جامعة حلب، هي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للعقوبات، إذا أنت عم تقدمي على جهة دولية يعني أمم متحدة وما حولها فالعقوبات لا تشملها، بيقدروا يوصلوا لك المصاري إذا قرروا يدعموا البحث. إذا عم تقدمي على جهة أوروبية فهذا يتبع الجهة الأوروبية حسب ما هن شايفين. بأمور ما لها علاقة بالبحث العلمي بقدر أقول لك أنه الجهات ألمانية وفرنسية إلى الآن عم تدعم الطلاب السوريين الموجودين بسوريا وما لهم سائلين بالعقوبات. وفي جامعات ألمانية وفرنسية وإيطالية عم تدعم الطلاب السوريين وما لهم سائلين بالعقوبات. المنح اللي بتقدمها ألمانيا للطلاب السوريين إلى الآن عم تقدمها للطلاب السوريين، عم تطلع الطلاب السوريين وما لهم سائلين بالعقوبات. إذا في شيء ممكن له علاقة بالأمن القومي تبع أمريكا بدي يشوف بالبحث اللي عم تساوي ممكن يأثر، بس جواب هيك نهائي قاطع ما لح يبين معي غير لما تقدمي الابليكيشن، تكتبي الابليكيشن وتقدمي الجرانت ابليكيشن والجهة اللي انت مقدمتي لها هنين حيقولوا لك يا اي يا لا. او فينك تبعتي للأوفيسر بهدول الجرانت ابليكيشن تقولي لهم انا عم بقدم جرانت ابليكيشن من سوريا في مجال ولا لا، مباشرة حيقولوا لك اي او لا. انا بعتذر بس طلع عندي سؤال خطر ببالي، هو انه ممكن يكون الفاندنج مو مادي؟ يعني انا مثلا انه يعني في عندنا مرض معين هون موجود بسوريا، يعني الحاله كثير عدت علي وهي مثلا بالادب الطبي كثير قليل، بس هي بتحتاج لدي ان اي يعني تحليل دي ان اي، فنحن مثلا ممكن نطلب انه يكون الدعم هو عباره عن تحاليل او يعني او يعني مو مصاري، وانما انه انا مثلا بدي ابعت عينات ل يعني فيت معين لبلد معين انه يعملوا التحليل عندهم بمركز مثلا برا سوريا. هذا الشيء تماما، هذا الشيء اللي فعليا نحن عم نحاول نشتغل عليه. نحن مثلا بالجمعيه الالمانيه السوريه للبحث العلمي جزء من شغلنا انه نحن كيف ممكن نعمل هذا الربط، بحيث انه انا إذا أنت عندك عينات وأنا عندي باحث بيشتغل نفس البحث، بعتي العينات وهو بيعمل الريسيرش، وخاصة إذا شغلة دقيقة كتير، شغلة كتير بسيطة لازم تعرفوها. مثلا على سبيل المثال نحن بنشتغل مع تركيا، تركيا وقدوا دلقة ما عندهم قدرة أنه هنن يعملوا سيكوينسينج ودي ان اي وصاص سيكوينسينج للمرضى اللي عندهم، بيبعتوهم كلهم لهون وهون نحن بنعمل السيكوينسينج وبنعطيهم الداتا، بس بالنهاية نحن بنطلع البيبر باسمنا وبنحط الجامعة التركية ككو أوثر على البيبر. بس بالنهاية الجامعة التركية حصلت نقطة بالنسبة لإيلون للمستقبل ولمركز الجامعة بتركيا ومركز الجامعة عالميا وشرق أوسطيا وكل الأسس. فهذا الشيء اللي انت عم تحكيه أكيد كثير ممكن. فاكتبي لي شو الفكرة اللي ببالك وخلينا نشوف، ممكن لاقي لك انا باحث بهذا المرض موجود بالمانيا او بامريكا، وممكن نخلي العينات مباشره مثلا تنبعث لامريكا او تنبعث لالمانيا او فرنسا او انجلترا. شكرا كثير دكتور. كان بدي اقول شغله انه انا كمان ببحثي عن ماجستير عم اشتغل لعزل دي ان اي، هو شيء مو للامراض، هو فارماكوجينيتك اكثر. ونحن عم نعزل الدي ان اي بس عم نبعث ونعمل سيكوينسينج برا، بس العزل هون عم يتم. فاذا ببالك شيء دكتوره فالعزل فيك تعملي العزل هون وتبعتي بس الدي ان اي، يعني انه يكون بس سيكوينسينج برا. وين عم تعملوا سيكوينسينج ثريا؟ بصراحه بكوريا. بكوريا اوكي. طبعا جنوبية. بتكاليف كوريا الجنوبيه اكيد وبتكاليف عاليه يعني، بس عم نعمل الموضوع يعني. طب
إذا تأملكم كولابوريتر يشتغل مثلاً بألمانيا أو بفرنسا يعمل هاي السيكونسينج ببلاش مقابل إذا كان طبعاً البحث بالنسبة لهم طبعاً مهم إنه بالأخير يطلعوا على البيبر. هل هالشي هلا يعني... بصراحة أنا بالنسبة لي ببحثي فأنا ما عندي أبداً أي مشكلة بالموضوع، بالعكس هذا الشيء ممكن يقوي لي بحثي أكتر. بس نحن فريق كامل بحثي عم نشتغل كل حدا على موضوع معين، كلنا فارماكوجينيتك وفي عنا أستاذتنا المشرفة هي المشرفة على الموضوع، كل حدا ماخذ دواء وحالة مرضية مع بعض وعم يشبك بيناتهم بشي بسناب بطفرة بشي معين عم يكون فيها. هلأ أنا بحثي هو عن ستاتين والمايوباثي وعم نشوف سناب موجودة فيهم. زميلتي الثانية هي عن كلوبيدوغريل والاحتشاءات بعد البي سي اي إلى آخره، يعني كل حدا شيء. بس إذا بتحب بطرح الفكرة على فريقي كله كمان، يعني إذا ما عندك مشكلة اكتبي لي على الشات برايفتلي اسم استاذتك ولا فينك تقولي ولا لا ما عندي أي مشكلة. الدكتورة لما يوسف الأستاذ الدكتورة لما يوسف لما يوسف أوكي إيه لا تمام ممتاز خلاص نحكي اكتبي لي إيميل إيه ضروري كثير خلاص أوكي هو بصراحة نحن الفكرة بلشت عنا لما كنا عم ندور على فكرة البحث، فنحن كنا عم نشوف انتشار شغلة معينة، فكنا دائما نشوف انتشارها عند القوقازيين وانتشارها عند الآسيويين. طب نحن مين تابعين، قوقازيين ولا آسيويين؟ نحن أكيد مو آسيويين مثل الهنود ومثل الصينيين، ولا قوقازيين مثل القوقازيين الأصليين يعني. فنحن وين بيناتهم جينيا؟ هون بلشت الفكرة وهون طلعت احنا فينيقيين. كثير بحب هاي الفكرة، انا موافقتك فيها. تمام. وائل مساء الخير. مساء النور يا هلا. انا بعتذر، يمكن انا اول مرة بنضم. انا كان عندي امتحانات الفترة الماضية، امتحانات تعليم طبي جامعة افتراضية، فما كنت يعني قدران انه انضم. عارف على الحالي انا صيدلاني متخرج 2013، مخلص ماجستير تشريف مخبري ب 2018 تقريبا. هلا عم ساوي ماجستير تعليم طبي وعم حاول اسعى انه اطلع كفي برا، يعني انه ولو نعيد ماجستير او دكتوراه. هلا يعني انا ليش انضميت لهم، انا ساويت ماجستير كان عباره عن علاقه الفيريتين تشمع الكبد، او يعني علاقه الفيريتين كانذار تنبؤي بالوفاه عند مرضى تشمع الكبد. اشتغلت بمشفى الاسد الجامعي وكان تقريبا عندي شي 103 مرضى وشي 40 شاهد. هلا انا طلع معي نتائج انه كل ما زاد الفيريتين عند منحى معين عم يزيد احتمال الوفاه عند المرضى، لانه كان عندي بالداتا انه المريض شو وضعه، انه توفى ولا ما توفى وهيك. فطلعت عندي نتائج وناقشت وهيك، بس يعني ما نشرت ابدا يعني. فحسيت انه يمكن كونه انه في عنا احنا خوف دارسين كل شيء باللغه العربيه وهالفكره، فموضوع النشر يعني في عقبه بالنسبه لنا فيه. وحسيت يعني هلا في انا بعرف كذا حدا رفقاتي عم يدرسوا برا، يعني حتى لو واحد قدر يطلع يكفي برا انه عم يكون ضمن مجال بحثي، يعني ممكن ما يقدر يطلع بنشره او شيء. ليه؟ هلا انا في لي رفقات ساووا به يعني خلصوا ماجستير بيولوجي وملكه بيولوجي بهنغاريا، انه هي بكونوا جزء يعني شيء 6 شهور تقريبا الرساله بكونوا جزء من بحث يعني. فانه ممكن اذا طلع معه النشره للفريق كله ممكن هي ينحط اسمه. مزبوط هذا الشيء مزبوط. ولكن اذا انت حابب تنشر بحثك وبدك مساعده اكتب لي. إيه هلا كمان في نقطة تانية، أنا بلشت من فترة سويت بروبوزل كمان إنه مشان عم أقدم عليه لبرا على بروبوزل بي إتش دي. إيه شو حابب؟ هلا هو أنا يعني حابب أشتغل على موضوع مقاومة الأنتيبيوتيك، إنه كتير كان في القصة إنه كيف نتغلب على مقاومة الأنتيبيوتيك، فسويت بروبوزل. بس يعني في يعني حاسس إنه في لسه بده يعني بتحسن أكتر يعني، بس يعني ممكن ألمانيا أو بريطانيا يعني منها. هلا شوف البروبوزل حلو كتير، فكرة كتير ظريفة، بس بدك تقدم على منحة فوت على منحة الداد. منحة الداد عادة الأستاذ هو بيقدم البروبوزل، يعني إذا الأستاذ حبك بده إياك هو بيقدم البروبوزل.
ف اكتب لي كمان اكتب لي شوف لك البروبوزال بكل سرور اذا كاتبه بالانجليزي وكذا بشوف لك اياه بكل سرور للبروبوزال وممكن اشوف لك حدا موجود بالمانيا بيشتغل شو اسمه انتيبايوتيك ريزيستنس وبعطيك اسمه بقول لك هذا البروفيسور بيشتغل انتيبايوتيك ريزيستنس فينك تكتب له وتحكي معه وتناقش معه اذا الامور جيده فينك تقدم له بعدين على تقول له بدي اقدم على منحه الداد ممكن تقدم على منحه الداد اكيد لا بس في فكره انه منحه الداد يعني يمكن بكره بيخص تقديم عليها او بعد ثلاثة يعني يوم او بكره او بعد بكره فيمكن ما عاد لحقها يعني فهمت عليك ما بعرف شو في منح ثانيه هلا صراحه لا لا انا يعني انا من قبل اربع شهور يعني ما كان في توجه بالنسبه لالمانيا مشان موضوع اللغه يعني ف يعني من شي اربع خمس شهور بلشت اتعلم لغه كمان يعني فما عاد في مشكله مفهوم شكرا دكتور انا اسفه يمكن عم ضيف كثير كل ما حدا حكى برجع انا بحكي بس كمان اذا انت حابب هذا الشيء دكتور وائل انه انا عملت شوي داتا ما بعرف اذا هي بنفس دومين بحثك بس هي عن بيانات المقاومه البوليه بيانات البول اختبارات التحسس على البول بمقارنه بين 2018 و2020 وعملناها بحث انا وطلاب يعني عندي كانوا بالقسم العملي وكتبناها وكاتبين كل شيء ومحللين الداتا بالشوي يعني بس ناويين كنا نكبر العينه فاذا بتحب نتساعد بهذا الموضوع ما بعرف اذا هو نفسه كمان لا انت ببالك شكرا لك دكتورة الأول يعني في عندي كذا جراثيم إيجابية وسلبية فأنا وقت اخترت نوع من الجراثيم واخترت نوع من الصدات وكتبت البروبوزل على الأساس بس أنا يعني شغفي موضوع الميكروبيولوجي ففيني يعني فينا نتساعد إذا بتحبي يعني هيك قصص لا أكيد أكيد إن شاء الله دكتور إذا أنت هاي البكتيريا وهذا الصاد هنا أنا جامعة لكتير صادات ولا كتير بكتيريا فإذا هنا إذا بتبعت لي هنا بقدر أبعت لك هو الداتا اللي عندي عن اللي بتخص الجرثومة اللي أنت قصدها وكمان الأنتي بايوتيك شكرا لك دكتور غالية مساء الخير يعطيكم العافية جميعاً أنا بشكركم كثير على ما تقدموا وأكيد معلومات مفيدة هلأ بالقسم الكيمياء التحليلية والحياة كان موضوع بحثي كان مناقشة مقارنة طرائق استخلاص ومعايرة يعني بس أنا حالياً بمرحلة أني عم دور على فكرة للدكتوراه والموضوع كثير صعب الأسباب كتير يعني مش بس موضوع مادي أو هيك بس لأنه دايماً أنه أوجدوا فكرة أو أنتوا لازم تلاقوا فكرة ويعني نعتمد على جهودنا الذاتية في هذا الإيجاد فيمكن أنا شوي مختلفة عن الموجودين معكم أنه هنا يفكروا بالسفر لبرا أو هيك أنا الحقيقة ما عندي فكرة لأسباب تخصني بس كنت بتمنى يعني أنه لو يعني لا يمكن الأشياء اللي تفضلت فيها حضرتك أنه كيف نحن ممكن يعني نلاقي أفكار هون أو كذا أكيد هي مفيدة وبشكرك عليها بس حقيقة أنه أنا هي مشكلتي حالياً أنه محاولة إيجاد فكرة بحث ضمن الظروف اللي نحن عايشين فيها بسوريا وشكر مرة تانية تمام محاول أعصر مخي ب هي إيجاد الفكرة هي ما لا هي دائما أصعب شيء بالبحث العلمي إنك تلاقي فكرة جديدة موضوع ماله بسيط بس أتخيل ببلادنا لسه الوضع خصب لإيجاد أفكار أسهل هلا لما تقولي دكتوراه الحكي اللي أنا حكيته هو ما بنحط ضمن نطاق الدكتوراه ما لح يكون لأنه الأبحاث ممكن تكون أصغر الدكتوراه بده شيء أعمق وبده شيء more extensive فهي شغلة بده تفكير أكثر شوي هلأ إذا بتبعتي لي
شو شو البحث تبع الماجستير تبعك كان بالذات عن شو؟ قولي لي عن شو كان؟ والحقيقة كان معايرة للحديد بأغذية الأطفال بأصناف الحليب وأصناف الأغذية المجففة، وضمن الإمكانيات المتاحة عملنا مقارنة بين أكثر من طريقة معايرة وأكثر من طريقة استخلاص. أوكي. عفواً، يعني نحن كانت الفكرة الأساسية إن نحن عم نشتغل على الأشياء الموجودة بالسوق السورية، إنه حتى نعطي نوع من المحلية لبحثنا، لأنه أكيد نحن ما اخترعنا بالماجستير طرائق معايرة جديدة يعني. أكيد أكيد طبعاً. يعني بالنهاية وين ال بدك تعمل شيء بالكيمياء الكيمياء الغذائية للدكتوراه. بدأ صفني بدأ صفني فعليا. اكتبي لي ايميل، بس ايميلي حتى يكون عندي اياه، ممكن اعطيكي بعض الافكار خلال اسبوع زمان. أوكي. ولو هيك افكار عشوائية، ممكن تكون افكار عشوائية، ممكن تكون فيزابل، ممكن تكون مستحيلة التطبيق، بس يعني ممكن نعمل شوية برينستورمينج. بحاول يعني ممكن ابعث الايميل هون على الشات. انا كتبت ايميلي هون، hani4@gmail.com، بس اكتبي لي ايميل عليك. وانا برجع ببعث ايميل على الجروب على الواتساب. شكرا. تمام. اي حدا تاني حابب يحكي يعطي اقتراح فينا يرفع ايده نعطي الدور ليحكي. عنا لسه حياة، هشام، لما، رندا. هشام تفضل. هشام، أنا تشريح مرضي سنة ثالثة. حقيقة لما بلشت بفكرة الرسالة تبع الماستر تبعي كان تركيزي على الميثود قبل الموضوع. السبب انه مثل ما نحن احيانا يعني بالباثولوجي بنحط فلتر بالمجهر، بنغير المجهر كله، بنستعمل ستين غير الستين الستاندرد لحتى نشوف شيء اضافي اكسترا يوصلنا لقرار. كنت حابب كمان انا اجرب ميثود بمثابة عدسة جديدة او فلتر جديد لحتى غطي نقص سواء محلي أو شيء أكبر من محلي بخصوص مشكلة معينة باثولوجية. الميثود اللي اخترته هو كان الماشين ليرنينج، يعني artificial intelligence. الفكرة اللي عم لاقيها هي صعوبة وين بدي تطبقه. يعني مثلا واحدة من الأفكار اللي كانت موجودة في كاتيجوري بسكور معين بتلوين الهرتو يعني لسرطان الثدي، في كاتيجوري معينة معروفة وعالميا موجودة، ما انه بسبب خطأ مخبري او شيء او كواليتي، هي موجودة، هي الكاتيجوري بسموه equivocal، يعني هذا التلوين لا عم يعطيني حق ولا عم يعطيني باطل. وبيترتب على هالقرار equivocal انه المريض يعمل فحص، يعني هون مكلف كتير كتير كتير، هو الانسايت وهايبريدايزيشن يعني. فكنت عم فكر انه طبعا احنا الارتفيشال انتليجنس هو ميزته لما عم تقدمه انت بالتشريح الماضي انه كتير اوبجكتيف، جدا اوبجكتيف، هاي شغله كتير مهمه، وانه هامش الايرور تبعه اقل باضعاف من هامش الايرور تبع الباثولوجيست البشري. فكنت عم فكر باول انه ممكن يستعمله الواحد لحتى يقلل هامش انه يطلع تطلع نتائج equivocal، ما تختفي بالمره لانه الموضوع له اساس molecular، بس انه يقل عددها. ف ما بعرف، بدي اسمع الانسايت تبع حضرتك على هيك مشروع، يعني مشان اقرب الفكره. هي مثل انه اذا انت عم تقلل حالات
يعني في شيء مثلا تحس انه عم يستعمل كويست باسكت بدك تخفف، بدك لا يكون يستعمل بالطريق الصح عن طريق من خلال انه انت تستعمل وسيله ثانيه اوبجكتيف. تمام، وصلت الفكره بشكل عام. اللي بقدر اقول لك يا انه لحاله استخدام المشين ليرنينج بتطوير طريقه معينه لتخفيف اعباء على المريض مالية بسبب الوضع الاقتصادي لنقول، انت عم تكون حققت قفزة نوعية هائلة بـ بـ بنوع التشخيص. هلا هذا الشيء دكتور اذا بعتذر، هو التكلفة تبع الفحص هي بالجلوبالي اكسبنسيف. تماما تماما، ما بالك بالسوريا. تماما، تفضل. الشيء اللي انت عم توصل له، طبعا الفكرة كفكرة هي فكرة هائلة جدا. تطبيقيا لحتى انت تقدر تقول لحتى تقدر تقول انه الـ your way او your new method is valid وانت ممكن تستخدمها، بده يكون عندك كمية هائلة من العينات لحتى تقدر تعمل specificity و sensitivity tests وتكون ضمن الانتر والانترا كوفيشنت اوف فاريشن تبع هذا التيست، تقول انه هذا التيست فاليد وانا بقدر استعيض عنه عن الانسايتو هايبريدايزيشن. فاذا عندك كميه من العينات عم تقول لها تفضل دكتور. عفوا، لا تفضل تفضل قول. الحقيقه هي هون العقبه الكبرى، يعني لما بدك تستعمل هيك شيء هو شيء ما بينشغل رسالة ماستر على ما يبدو. ما صار لي أسبوعين مكتشف هالموضوع، لأنه بدك في حال كنت أنت لسه كمان لعمل الألغوريثم أو أنت بدك تدرب ألغوريثم، بس بدك دبل، خلينا نقول بس هيك يعني ببساطة دبل الداتا المطلوبة، لأنه بدك تعمل ترينينج وتستينج. شفت تجربة ناجحة كتير، هي أكبر من هيك بصراحة. رح أقول لك أنه شفت فيليبس، شركة فيليبس كانت متعاونة مع شركة تانية ستارت أب اسمها Path AI، CEO تبع اسمه أندرو بيك. أندرو بيك كان عامل ليكتشر عن الشغل اللي يشتغلينه Path AI بالسدي، فكان جزء كبير من المحاضرة عن أنه كيف هو قدر يجمع عشرات آلاف من الصور لسرطان الثدي من خلال gamification ليشجع الناس تعمل annotation يعني للمناطق الخبيثة وغيره من الوسائل. فصار في يعني صار في شوي شيفت هلا للطريقة اللي عم فكر فيها، انه حاول استخدم machine learning لحتى حل شيء بسيط مثل gray zone معينة، واجل اطوي هذا المشروع لبعدين. فما بعرف اذا معي حق بهالقرار، هاي اول شيء. تاني شيء بدي اياك بس يعني صار عندي فضول اعرف حضرتك كيف بدك تكمل فكرتك، يعني عم بدك انت بدك تقول شيء يعني. لا اللي انا بدي اقول لك يا الفكره فعليا بس بدها وقت كثير. يعني لما تقول لي ماجستير فكر فيها، اوكي ماجستير سنتين او ثلاث سنين. الفكره اللي انت عم تطرحها بدها 5 إلى 6 سنوات لتكتمل تماما فعليا. بس طبعا النتائج تبعيتها، يعني انت المقترح اللي انت عم تقترحه هو نقول path shifting analysis، لان انت بالاخير انت عم تغير طريقه التحليل باتجاه مغاير تماما، والفكره هائله. بس مثل ما انت عم تقول، مثل ما اندرو بيك جمع 10,000 او عشرات الالاف، انت بدك على الاقل يعني بين 2,000 إلى 10,000 عينه تعمل لهم analysis، وبدك تضلك عم تشتغل على الالجوريثم تبع المشين ليرنينج تبع الكودز، لانه بدك تضلك تعدل فيها وترجع تعمل running للاناليسز وتشوف النتيجه وترجع تعدل وتعمل running للاناليسز. طبعا بنفس الوقت بده يكون عندك مقارنه انه كل هدول الاشخاص اللي عم يعطوك هاي العينه راحوا عملوا انسايتو هايبريدايزيشن لتشوف can you verify the same results بين هون وبين هون، لتقول انه اوكي بعد ما انا قست هالعشرة الاف عينة
أنا I can say that's a new method. بس يعني فعلياً أنت لما توصل لهالشي أنت you can patent هي الميثود اللي أنت عم تحكي عليها وفينك تعمل شركة خاصة فيك وتقول أنا هذا الشيء اللي بدي إياه. الفكرة مو غلط، الفكرة هائلة. التطبيق بالconstellation اللي أنت موجود فيها مستحيل للأسف. طيب هلا أنا لا لا عادي يعني هي فكرة رح تنعمل، رح تنعمل هون ولا بعدين هلأ ولا برا. بس تذكر أني أخذت استشارة معلوماتية بين قوسين بالموضوع، فكان فكرة أنه أنت إذا بدك فيك تأخذ ألغوريتم مدربة وجاهزة يعني عملي لها ترينينج، هلأ أنت بس بتعمل لها تيستينج. فهون في مشكلة تانية هي مشكلة الفاليديشن، لأنه في موضوع تاني هو انه انت لتعمل ديجيتايزيشن للسلايد، الموضوع مو مثل بساطة انك انت والله ترفع كاميرا موبايلك وتاخذ صورة ومش الحال. في guidelines معينة عملتهم عندكم College of American Pathologists ان guidelines لحتى يكون الديجيتال ديجيتايزيشن تبع specimen صح معتمد على reliable. تماما في اجهزة معينة، في كاميرات معينة بتعمل سكان يعني إذا بتعرف، ونحن بنشتغلوا نفس الشيء، بيش بيعملوا لك السكانينج ودقة السكانينج وبعدين البوينتس. نصيحة مني، أول شيء لا تأخذ شيء جاهز. كل خبرتي بأمور جاهزة أو كودات جاهزة إن ما كانت verified بالشيء اللي بدك يا مسافة كتير كبيرة it will not serve your purpose. يعني احنا بنشتغل لما نعمل RNA sequencing analysis على سبيل المثال، لما نعمل RNA sequencing نحن بنشتغل على الR او البايثون، ما بناخذ الباكيجز اللي هي okay. ممكن نعمل فيها الاناليسز الا هي الباكيجز اللي هي فعليا يعني بتفوت بتلاقي اكثر من مليون بني ادم داونلودد ذات باكيج وكاتبين انه ذاتس ذا باكيج ذات ويل جيف يو ذا بيست ريلايبل انسر، او بدك تروح وتعمل تمام كود اون يور اون سيلف. ف لذلك يعني ما بنصح فيه. لا اوكي، في مكان معين فيك تعرف فيه اي الباكج او اي اللايبراري هي الفاليد او ولا بايثون؟ انا بايثون تماما بالبايثون صراحه ما عندي فكره، يعني بالبايثون ما عندي فكره، انا دوبني مشي حالي شوي بالار ويعني ولو تشد ايدك سو you need to go into okay. Python forms. into Python forms في عالم كتير بيشتغلوا. رح اسألك، انا عندي صديق بيشتغل Python، I can ask اكتب لي ايميل كمان مثل كل شو اسمه اكتب لي ايميل رح اسألك يا بكرة وبعد بكرة وشوف هذا الشخص اذا ممكن عنده بلاك مثلا هذا source page او source website وين كل عالم ممكن يسألوا وياخدوا معلومات على هالقصة. تمام، اذا يعني النتيجة النهائية انه اذا بدك تستعمل هيك ميثود استعملها بالوقت الحالي شغلة اصغر بكثير، يعني بتحل مشكلة صغيرة. تماما، تحل تفصيل صغير مشكلة صغيرة. صحيح. اوكي ثانك يو. تماما. اي حدا تاني عنده اي سؤال او نقطة حابين تناقشوها أو أي شيء؟ هي آخر فرصة لإلكم اللي ما استغل الفرصة. أتذكر. هي تفضل. تذكر شالي كان بيسأل عنا مالي. هي تفضل. بأول ما بلشت محاضرتك دكتور بالنقاط اللي عديتهم حطيتهم هي بظن بصراحة يعني شكرا كتير، يمكن هو أهم سلايد بكل المحاضرة. هنا انه شو كل الاحتمالات شو الاماكن بس انا يعني في الهاجس تبع الكونفاوندينج فاكتورز، كيف بده الواحد يتخلص منها؟ مثلا انت كنت عم تحكي عن النظريه تبع الهايجين. تمام، بس الالرجيز هن بالاساس بتتدخل فيهم ميكانيزمز جينيتك، واكيد حضرتك بتعرف ابي جينيتك كثير، فأنا بيكون موضوع ممكن ما بيكون ببساطة إنه والله هذا الطفل أخذ الغذاء تبعه
أكثر بجوز في epigenetic parameters أو molecular parameters أنا ما فيني إيسون. فأنا يعني في فخ يعني في فخ confounding factors أو الشغلات اللي عم تطلع صدفة ما بعرف كيف ممكن الواحد يتخلص منه لما أنت ما رح يكون الريسيرش تبعك profound أو دقيق. دقيق بقصد مو يعني particular. فكيف ممكن أنت تهرب من الكونفاوندينج؟ هل أنت بتكتفي أنه تقول أنه هذا بس correlation معنى causality مثلا؟ صحيح تماما. هلا أنا شغلي epigenetics وبعرف تماما وأنه لنقول الجين environmental interaction هي أوسع بكتير مما نحن ممكن نتخيل. كتير شغلات ممكن تلعب. يعني لما نحكي نحن لايف ستايل فعليا أجدد دراسات هلا عم تصير بقول لك الديابيتس عندك كمية كتير من الأشخاص عندهم استعداد للإصابة بالديابيتس بس ما بينصابوا بالديابيتس لأنه اللايف ستايل تبعهم هيك. ولكن هن بس تغيير بسيط باللايف ستايل عم بتغير كل الإبيجينيتكس أوف اللانجرهانز آيلاندز وعم تفوت الدنيا بستين حيط. اوكي فهذا الشيء موجود ولكن انت بالنهايه انت ما عم تنشر بيبر نيتشر كون صريحين بالنيور كونستليشن حاليا انت بدك تنشر بيبر معينه بقدره معينه فانت دائما تكتب شو الجديد اللي عم تقدمه وشو الويكنسز تبع الستدي ودائما بتقول الويكنسز تبع الستدي هي انه انا ما عندي قدره اني ادرس الابيجينيتيك confounding confounders. أنت فينك تعمل correlations مع ال اللهم صل على النبي فينك تعمل correlation مباشرة مع مع lifestyle مع الـ lifestyle مع الـ مع الأكل مثلاً مع الدايت فينك تقول أو مع الفيتامين دي أو مع الفوليك أسيد مع كذا فينك تقول إنه في correlation وهذا الكوريليشن يستدعي وجود شيء مثل الإبيجينيتيك موديفيكيشنز أو شيء معين له علاقة بالإبيجينيتيكس مثلاً اللي هو ممكن يلعب دور بهذا الشيء وهذا should be discussed in further studies. That's it. تمام. هذا كل شيء كان ببالي دكتور ممنونة كتير شكرا كتير وشكرا إبراهيم عرفنا عن دكتور هاني الشرف إلنا والله وأنا سعيد جدا إنه حكيتكم جميعا ف شكرا كتير مشان إبراهيم فكرتي موجزة بصراحة كنت متعجب بإيجادها أتمنى مساعدتكم المبدأ ببناء بحثي وشكرا كتير الكل صراحة يعني مدعوين يكتبوا لي إمتى ما حبيتوا الإيميل صار عنكم إبراهيم رح يبعث لكم إيميل مرة تانية أي شيء عنكم يا أي شيء أفكار حابين ببالكم ولو كانت عصف ذهني ممكن نحكي فيها ممكن نتناقش فيها أنا دائما جاهز فعليا إحدى أهدافي الشخصية أو طموحاتي أو أحلامي الشخصية إنه نحن فعلياً نبني ولو مجتمع بحثي صغير بسوريا نقدر نبني عليه في شيء صغير أنوية صغيرة موجودة بس كيف ممكن نبني عليها وأحد أهداف الجمعية الألمانية السورية اللي نحن للبحث العلمي الموجودة بألمانيا اللي عم نشتغل هلا حالياً على بلاتفورم ضخم لنربط الباحثين ب سوريا بشكل خاص دول عربية بشكل عام مع نظرائهم برات الدول العربية لحتى نحن نقدر نعزز البحث العلمي ونشوف كيف نحن نفيد الشخص اللي عنده عينات بس ما عنده تمويل كيف ممكن نحن نربطهم الشخص اللي عنده فكرة وحابب يطورها كيف نحن ممكن نأمن التمويل فهي الشغلات كلياتها يعني أنا قلت له لإبراهيم من قبل قلت له بعد هالمحاضرة هي إذا كانت ناجحة ولقينا إقبال عليها وأنا شايف إنه العالم كتير مهتمين ممكن نعيدها ولو كل شهر أو شهرين نعيد محاضرة أشخاص نحاول نعرفهم أكثر نحاول نحكي معهم أكثر
ونلاقي فرص أكثر إن إحنا ممكن نتعاون، لأنه في يعني قدرات هائلة نحن ممكن نستفيد منها ولو بعدم وجود تكاليف أو وجود مصاري عفوا إن إحنا نقدر نبني عليها، ولكن في قدرة إن إحنا نشتغل كتير شغلات حلوة. ف إبراهيم عن جد شكرا كثير لك دكتور هاني، يعني كثير للأشخاص اللي بيكونوا هيك انه ممكن يصرفوا من وقتهم، نعرف دي وقتك ضيق وهيك، انه يصرفوا من وقتهم كرمال شخص قاعد بسوريا ممكن يعني ما يكون عارف اساسا شو بده. يعني بقى عن جد يعني نحن كثير ممتنين لحضرتك، وأتصور أنه هاي السيشن بعد كمان رح ينعمل لها ريكورد ورح يحضرها البقية، لأنه في كمان جزء كبير ما بيقدروا يتصلوا على زوم من سوء الانترنت. بقى يعني إن شاء الله كتير أشخاص بيستفيدوا منه، يعني عن جد شكرا. شكرا كتير للجميع، وفعليا يعني جزء كبير منا نحن الموجودين برات سوريا لازم نكون شيء اسمه بير منتورينج، اللي هو نساعد الموجودين بسوريا لا يعرفوا شو بدهم، إن كان بحث علمي أو إن كان تخصص أو إن كان دكتوراه أو إن كان whatever it is. بس أتخيل نحن اللي قدرنا نوصل بشكل أو بآخر نحقق شيء معين صغير بحياتنا، من واجبنا أن نحن نقدم هالشيء، وأتمنى نقدر نساعد قدر الإمكان أكبر كمية ممكنة من الأشخاص ليقدروا يوصلوا للشيء اللي بدهم اياه بافضل الطرق الممكنه. وبتشكركم جميعا، وليله سعيده عنكم، صارت 9 المساء 10 المساء، انا بدي اروح اتغدى هلا. يعطيك الف عافيه دكتور، تشرفنا بمعرفتك. نحن بالاكثر، يا هلا. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيكم، تصبحوا على خير. صح، شكرا كثير.